قصص وحكاوي من الألم المقيم تحدث يوميا وكل لحظة بين صحراء ليبيا والبحر الأبيض المتوسط صوب أوروبا. آخرها وليست الأخيرة ربما منها 11 شابا سودانيا تحتجزهم عصابة مسلحة منذ أشهر مقابل فدية مالية تسلموا منها مليارات الجنيهات وما زالوا رهن الاحتجاز. هؤلاء الشباب فقد ذووهم في السودان الاتصال بهم قبل نحو أسبوعين، وبعد أن فقد الأهالي على فقرهم وسوء حالهم وعوزهم وفاقتهم المال والأرض، ها هم يفتقدون الخبر اليقين بشأن أبنائهم. أين هم وكيف يبيتون لياليهم في شتاء ليبيا الكئيب؟ الآباء والأمهات الآن في عرض مهاتفة من الخاطفين، حتى وإن أسمعوهم آهات أبنائهم تحت سياط التعذيب. البرية البالغة نحو 6751 كيلومترا، تصنف الحدود مع ليبيا بطول 383 كيلومترا كأخطر حدود برية للبلاد التي تجاور 7 دول إفريقية. والحدود بين السودان وليبيا هي خط أحمر معبأ بالخطر، أخطار لا تنتهي بتهريب البشر ولا تنتهي بإسهاق الأنفس والانتهاكات الإنسانية. ويفاقم غياب الدولة واضطرابها في ليبيا أوضاع الأجانب بالبلد الواقع في شمال إفريقيا، ومن ضمنهم السودانيون الذين ضاق بهم الوطن والحال، فركبوا الصعب والمستحيل صوب الصحراء والبحر وما بينهما آمال وآلام. وربما استدل قائل بأن الدنيا تؤخذ غلابا، لكن الآمال هنا بدراهم معدودة ربما كان مقابلها ضياع الحرية والنفس. والحال في ليبيا وصحرائها القاحلة الكالحة فالت وظالم إلى حد النخاسة. تجار للرقيق في القرن 21 يسومون الغرباء سوء العذاب، لا تأخذهم بهم رحمة، ناهيك عن إكرام الضيف وحماية المستجير. ما يعانيه السودانيون في ليبيا قاس حد القسوة ويستدعي دق ناقوس الخطر، رق وخطف واغتيال. يخرج الأبناء من أجل سعة الرزق، لكنهم يقعون في براثن عصابات تسلب كل ما يملكون وتمتص ما لدى ذويهم بالسودان على رقة حالهم. ترى ما الذي يعصم الشباب من مهلكة ليبيا؟ وماذا ينفع الأهل والبلد بعد فقد جلل ومال حزين لفلذات الأكباد؟ ليبيا مهلكة السودانيين. إذن هذا هو ملفنا الأول لهذه الحلقة من اليوم. نرحب بكل المشاهدين الذين يتابعون عبر امتداد البث الحي على الهواء مباشرة عبر الشاشة، وأيضا الذين يتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحديدا الذين يتتبعون هذا الوسم الذي يظهر الآن أسفل الشاشة، وسم دائرة الحدث، وأيضا كل الذين يتابعون عبر خدمة البث الحي المتوفرة عبر المنصات الاجتماعية المختلفة. أهلا ومرحبا بكم جميعا، كما نرحب بضيوف الكرام في هذا الملف الأول من حلقة اليوم. الأستاذ إسماعيل تيراب، الرئيس المناوب للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. أستاذ إسماعيل مرحبا بك. مرحبا بك، يعطيك العافية. شكرا لقناة السودانية 24. أهلا وسهلا. نرحب أيضا بالأستاذ خالد لورد، مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية. أستاذ لورد مرحبا بك. سيكون معنا أيضا خلال هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الأستاذ عصام الدين قطبي، الأمين العام لتحالف منظمات المجتمع المدني بالسودان، ننتظر وصوله تحت أي لحظة حتى يلتحق بنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ خالد لورد، الهجرة إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية التي تعاني منها، كيف تفهم؟ بأي سياق؟ يعني مجموعة من الشباب يغامرون، يخوضون المستحيل ربما والخطورة، أوضاع أمنية متوترة، ليبيا الآن دولتين يعني ليست دولة واحدة، وربما تنفجر الأوضاع وتزداد سوءا تحت أي لحظة، يعني لماذا؟ طيب شكرا جزيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
بدءا نجد شكرنا لقناة السودانية 24 لاهتمامها بهذه القضية المحورية حقيقة، لأنها تتعلق بالإنسان، الإنسان السوداني وتحديدا فئة الشباب. حين الحديث عن الهجرة لو سمحت لي، نحن نتكلم عن قضية معقدة جدا. قضية الهجرة في جوهرها قضية معقدة، وتحديدا القضايا المتعلقة بها من تحريب المهاجرين والإتجار بهم أكثر تعقيدا. في حين الحديث عن الهجرة نتكلم عن أسباب دافعة وجاذبة. الأسباب الدافعة المرتبطة ببلد المنشأ، ليه سوداني بقادر السودان؟ وعن أسباب جاذبة، ليه من حوالي 200 دولة يختار دولة بعينها؟ الأسباب الدافعة حتى منتصف التسعينات كان في جوهرها أسباب اقتصادية، البحث عن وضع اقتصادي أفضل، مستوى معيشة أفضل. هذا حتى منتصف التسعينات. نعم، بعد ذلك جاءت عناصر أخرى لهذه الأسباب الدافعة، من ضمنها الحروبات والنزاعات والتغيرات المناخية والبيئية وما إلى ذلك من أسباب، أيضا برضو الأوضاع السياسية والأمنية. حقيقة بالنسبة لقضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، برضو لمصلحة وفائدة المشاهدين، بنميز ما بين التهريب يختلف عن الإتجار. التهريب أنا بمشي بمحض إرادتي لمهرب، أقول أنا دارمشي الدولة المعنية بمقابل مادي معين، تنتهي العلاقة بأنه أنا بدخل الدولة المعنية وأسلبه مقابل المادي. الإتجار بالبشر عنده ثلاثة عناصر. العنصر الأول فعل، أنه بجند شخص بنقله النقل أو التنقيل أو الإيواء أو الاستقبال بوسيلة معينة، استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف أو القش أو الخداع أو ما إلى ذلك، بغاية محددة هي الاستغلال. الاستغلال وفقا للبروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، حدد في الإتجار لدواعي جنسية مثلا البروستيتيوشنز، لأفلام إباحية، لتجارة الأعضاء وللسخرة. لكن بعد ذلك باب الاستغلال مفتوح. لا. اللي بيحصل الآن للأسف الشديد إن إحنا لما نتكلم عن الدوافع، يعني نحن دولة شابة، أكثر من 60% من الشعب السوداني هم من فئة الشباب، يصنفون ضمن استثمار الشباب. هؤلاء الشباب يبحثون، وهذا حقهم شرعا وقانونا حتى من ضمن حقوق الإنسان، من حقهم أن يطمحوا في حياة آمنة مستقرة كريمة بدخل مستوى معين من الدخل يوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. ولكن إذا لم يتوفر هذا الاشتراط في بلد، من حقهم أن يفكروا في الهجرة. الهجرة أيضا حق من حقوق الإنسان، صحيح في اشتراطات يجب أن نستوفيها، لكنها حق من حقوق الإنسان. الحادث الآن الواقع أنه الطرق الهجرة النظامية، أنه الشاب يمشي السفارة المعنية يأخذ تأشيرة يهاجر بشكل نظامي إلى الدولة المعنية، هذا شبه مستحيل الآن، لأن الاشتراطات التي تفرضها السفارات على هؤلاء الشباب خريجين جدد اشتراطات تعجيزية، فيضطر هؤلاء الشباب للبحث عن وسائل أخرى فيقعوا في مصيدة عصابات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. نعم. طيب، حكاوي السودانيين المهاجرين إلى ليبيا أستاذ إسماعيل لا تكاد تتوقف، برغم ذلك لا تتوقف الهجرة، أيضا تتواصل على الرغم من ما ذكره أستاذ لورد قبل قليل، هذا الكم الهائل. هل هنالك تقصير من الدول، من الدولة السودانية تحديدا، أم أنها مسؤوليات، أو الحكومة، أم أنها مسؤوليات يتحملها المهاجرين أنفسهم؟ يعني كما قال أستاذ خالد قبل قليل، لا تستطيع أن تحضر شخص من أن يذهب لدولة معينة، الآن العالم مفتوح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لقناة السودانية 24، وشكرا أيضا للأخ خالد لورد فيما أدلى به من حديث، وأنا أشكر نيابة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. أولا الأخ خالد يمكن يتكلم عن الأسباب الدافعة للهجرة عموما، سواء كان نظامية أو غير نظامية. الأوضاع في السودان يمكن على مدى عقدين على الأقل، إنه الأسباب التي تدفع بهجرة الشباب هجرة أيا كانت نوع أنواع، هي أسباب قاهرة جدا جدا. ويمكن شعار يقال عن الشباب عموما، إنه عبارة يقولها السودانيين عامة، هاغري جاجيد حازمة، يعني الشباب الآن أصبح لا خيار لديه لتوسع دائرة الفقر في الأسرة السودانية والمجتمع السوداني. والسبب الآخر
البطالة. يعني الفقر هو من يدفع هؤلاء الشباب أولا أولا وأخيرا لكي يذهبوا إلى ليبيا أولا وأخيرا. طيب لماذا ليبيا من غير الدول الأخرى؟ هي ليبيا ليست مقصدا في حد ذاتها. يعني يمكن الطرق الأخرى التي كانوا في الزمان يتخذونها عبر البوابة الشرقية عبر البحر المتوسط باب المندب، الأوضاع في اليمن والمنطقة شرق السودان يمكن لم تعد آمنة بما فيه الكفاية لضمان وصول المهاجرين. أيضا الأوضاع في الصومال وما يترتب على بعض المشاكل في البحر الأحمر وقرصنة السفن، دي كلها يمكن من الأسباب اللي خلت البوابة الشرقية تبقى مستحيلة إلى حد كبير، وبالتالي وجد الشباب ليبيا أقرب إلى أوروبا ربما. غير كده، غير أنه ليبيا الآن تعتبر بلا حكومة، الأوضاع هشة، وبالتالي يعتقد كثير من السودانيين وشباب من غرب أفريقيا وشمال أفريقيا بأنه يمكن عبور ليبيا بسهولة إلى شواطئ المتوسط. العصابات التي نشأت في ليبيا مؤخرا تخصصت فقط في المهاجرين بيعا واستغلالا وخطفا وتهديدا، وأحيانا تمتد هذه الجريمة إلى بيعهم لعصابات مختصة بنزع الأعضاء. هذا ما اكتشفناه أخيرا أيضا من بعض. وهل هنالك حالات للسودانيين حدث لهم؟ هنالك لا كاد ما ممكن لا أجزم أن هنالك سودانيين، لكن أعرف أن هنالك عدد من الشباب المهاجر غير الشرعي في ليبيا، يعني تم استغلالهم بجرائم لنزع الأعضاء، ويمكن السر وراء اختفاء عدد كبير من الناس أو من الشباب، هذا يمكن دليل قاطع لأنه تم استغلالهم في ونزع أعضائهم في إحدى الدول المجاورة. جميل. طيب أستاذ لورد، نزع للأعضاء أو شبهة نزع للأعضاء، تهديد للحياة بشكل مباشر، أيضا تعسف في تطبيق قوانين الهجرة أو لا توجد قوانين هجرة بالأساس، لا توجد حكومات، الأوضاع الأمنية هشة، فرض أموال أو فدية كمان، يعني نشاهد في الأفلام السينما هذا يحدث في ليبيا يوميا لعدد من السودانيين، 11 شاب سوداني، هذا ربما هو ما افتتحنا به حلقة اليوم، من الشباب السوداني لم يكونوا الأوائل في هذه الحالة، وربما لم يكونوا الأخيرين. لماذا لا تفرض الحكومات قوانين من شاكلة حملات ضد الهجرة إلى ليبيا مباشرة طالما أن الأوضاع في ليبيا بهذه الخطورة؟ نعم، شكرا أستاذ راشد. أنا يعني لما قلنا حوالي 95% من الأسباب الدافعة تكمن في الأسباب الاقتصادية زي ما تفضل أخونا أستاذ إسماعيل، نقرب أكثر ماذا نعني بذلك، شنو الأسباب الاقتصادية؟ كلام لأنه كده مبهم للناس. الأونكتاد، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قال في تقرير دشناه ونحن في مركز السودان لدراسات الهجرة قبل سنتين، إنه الفارق في الدخل، في مستوى الدخل ما بين أغنى وأفقر 5 دول في العالم يصل إلى 60 ضعف، ما 60%، يصل إلى 60 ضعف، وهذا فارق كبير. يعني في الوقت اللي أنت ممكن تأخذ هنا فيه دولار في الساعة مثلا، مقارن لك ممكن في دولة تانية من أغنى 5 دول يأخذ 60 دولار، إذا أنت أخذت 1000 دولار هو بيأخذ 60,000 دولار، ده فارق كبير جدا. هذا مربوط بالعولمة، بالطفرة اللي حدثت في وسائل الاتصال والمواصلات وكده، كلها سهلت الحركة والتواصل. الواقع الآن في السودان، نحن نتكلم بكل أمانة، العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، بالمناسبة أنا كمدير لمركز دراسات الهجرة وتخصصنا، أنا بعتقد إنها واحدة من العوامل الرئيسة فيما يحدث الآن للسودانيين. هذه أيوة. كيف؟ نحن دولة ثرية بمواردنا الطبيعية، نحن دولة ليست فقيرة، نحن مفقرين بفعل فاعل. نحن إذا ما تركنا لاستثمار الموارد الطبيعية عندنا سوف نكون واحدة من الدول المتقدمة جدا في الإقليم. نحن ممنوعين من جراء العقوبات الأمريكية من الاستفادة من مواردنا، لأن مواردنا تحتاج إلى مستثمرين أجانب، ما يقوم به الآن دولة رئيس الوزراء الآن سيد حمدوك ومساعيه الجادة جدا لرفع العقوبات الأمريكية، لعلمه المسبق بالأثر السالب جدا لهذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في السودان، على الوضع المعيشية، وعلى وضع الهجرة بشكل عام، باعتبار أنه الوضع الاقتصادي المتردي يشكل دافع كافي جدا للحركة.
تهديد أو امتناع المستثمرين عن القدوم إلى السودان لاستثمار مواردهم ومساعدة الدولة السودانية في الاستفادة من مواردها خوفا من العقوبات الأمريكية، أدى إلى أن سوق العمل السوداني أصبح عاجز عن 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 توليد وظائف جديدة. هؤلاء الشباب حين يتخرجون من الجامعات يبحثون عن وظائف ليتوظفوا، عن عمل ليعملوا، عن مصادر دخل ليساعدوا أنفسهم وأسرتهم، ليكونوا أنفسهم، ليتزوجوا، ليكونوا بدورهم أسر خاصة. هذه الطموحات في حدودها الدنيا لا تتوفر في السودان بسبب رئيسي. لو ما كانت العقوبات موجودة كان المستثمرين قدموا إلى السودان، استطعنا الاستفادة من مواردنا، السوق العمل استوعب هؤلاء الشباب، ليس فقط السودانيين بالمناسبة. نعم طيب. سوق العمل السوداني كان ممكن يستوعب حتى الوافدين من الدول الأخرى الذين يفدون إلى السودان بقصد الاتجاه إلى أوروبا، سوق العمل السوداني كان ممكن يستوعبهم. هذه قضية جوهرية. طيب. جميل. قبل أن ننتقل إلى محورنا الثاني وينضم إلينا المتحدث باسم الرهائن، أنا أود أن أسأل يعني نفس السؤال قبل قليل لكن بطريقة أخرى. لماذا الحكومات أستاذ لورد، الحكومة السودانية تحديدا، لماذا لا تقوم بفرض إجراءات تعجيزية للشباب حتى لا يقوم؟ لماذا ليس العكس؟ لماذا أفرض عليه إجراءات تعجيزية في عالم الأصبح مفتوح، فضاءاتهم مفتوحة، أراضيهم مفتوحة، بحارهم مفتوحة؟ لماذا لا أوفر له الحياة الكريمة التي تدفعه للبقاء معززة مكرمة في دولته بدلا أن أفرض عليه القيود من الحركة؟ لا. الآن إحنا عندنا 260 مليون مهاجر دولي موجود في العالم، لماذا أحرم السودان من التمتع بالهجرة؟ هذا حقه شرعا وقانونا. أنا علي أن وبالتنسيق مع الدول الأخرى التي تفرض شروط تعجيزية على شبابنا حتى يهاجروا بصورة نظامية، على هذه الدول، على حكومتنا بالتعاون مع الدول الأخرى، وهناك كثير جدا من الاتفاقيات، كثير جدا من المنابر التي تربطنا بهذه الدول، في تيسير الهجرة النظامية بين قوسين الشرعية كما يقولون. هذا هو القناة الرئيسية التي يجب أن ندفع فيها، ومن حق شبابنا أن يهاجر بشكل نظامي. نعم. وأن يقيموا في دول أخرى وأن يعملوا وفقا للقوانين التي تنظم حركة السكان في العالم. لكن الذي يحدث أن 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 القوانين الموجودة وأن سلوكيات الدول الموجودة وهذه العقوبات المفروضة علينا وعدم تعاون كثير جدا من الدول بفرض اشتراطات تعجيزية لحصول شبابنا على تأشيرات دخول إليها، هذه هي الأسباب التي تدفع شبابنا للوقوع في براثن العصابات والجريمة المنظمة. طيب أنتقل الآن إلى معي ضيفي عبر الهاتف، من الأستاذ محمد أبكر من مدينة الجنينة في غرب دارفور، المتحدث باسم ذوي الرهائن الأحد عشر. أستاذ محمد أبكر مرحبا بك في هذه الحلقة من دائرة الحدث. يعني الآن نحن بين يدينا حالة اختطاف لأحد عشر سوداني منذ 3 شهور، يعني كثير من السودانيين تابع ربما القصة دي، مقابل فدية مالية دفع جزء منا. يعني طيب الاتصال حسب ما سمعنا أنه انقطع مع الخاطفين، ما معروف مصير، نحن نتمنى لهم السلامة بالطبع. يعني هل انتوا عارفين اللي قاعد يحصل شنو هسه محمد بكر؟ وعليكم السلام. مرحبا بك. سمعت سؤالي اخوي؟ سمعت نعم. سؤالي؟ سمعت السؤال محمد؟ نعم سمعت السؤال. طيب تفضل. العيال دين اتصال اتقطع مننا على 16 يوم. نعم. واصلا ممسوكين لهم 3 شهور، هم 11 الواحد منهم طلع والعشرة لا زال رهن تحت سيطره بتاعت المجارمه. يعني في واحد من ال11 ديل رجع السودان، دفعنا له قروش وطلع. كم دفعته؟ دفعنا له 250 مليون سوداني اللي هو 14000 دينار ليبي. نعم 250000 جنيه سوداني. نعم نعم. طيب الان انقطع الاتصال مع الخاطفين. نعم. بتحاولوا تتصلوا عليهم وما ما 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 بتقدروا تتصلوا. عندهم 3 أرقام، الرقم الواحد ده مقفل نهائي، والرقمين دول بندبوا عليهم ما بردوا علينا ابدا، وعندنا عيال 2 حالتهم مزريه تعبانه بالمره يعني. طيب محمد بكر، هل يعني في سؤال بيجي يعني في اللحظه دي، هل انتم تواصلتوا او الاسر عموما تواصلت مع اي حاجه من الجهات، اي حته من الجهات الرسميه يعني في السودان او في ليبيا، تواصلتوا مع الهلال الاحمر مثلا القنصليه؟ اطلقنا ناس وزاره الخارجيه. اتخطفوا وين هم؟ هم وين اتخطفوا؟ نعم هم وين اتخطفوا؟ كان مكان الخطف وين؟ اتخطفوا من ياتو مدينه في ليبيا يعني. اصلا من كوري وخاشين ليبيا، وباعهم واحد للقراصنه ده في بني وليد. في مدينه بني وليد. نعم.
طيب اتواصلتوا مع الجهات؟ اي جهات جوا السودان او برا السودان؟ احنا متواصلين مع المسؤول بتاع الحد من الهجره الغير شرعيه مالك عبد المالك الديجاوي الجاليه السودانيه بليبيا. نعم، وقال لكم شنو اخر التطورات؟ دلانا قال لنا انتم تحاولوا ترسلوا لنا القروش دي كلها في مجموعه واحده واحنا نتفاوض مع المجارمه ده عشان نحاول نفك الاسرى. طيب وهم يعني هل في طريقه يصلوهم؟ انتم ما قلتوا الاتصال اتقطع بهم، هل هناك في طريقه انه يتواصل؟ ما في طريقه يصلوهم عبر التلفونات بس. اها، والتلفونات؟ عبر التلفونات حولنا مبالغ من هنا، فكوا الحداشراوي جمال ده وحولنا ثاني مبلغ قرابه 600,000 سوداني. عشان طيب يفكوا الناس ديل، وبعد ما حولنا القروش الاخيره دي خلاص قطعوا الاتصال معانا ومع مالك ذاته. طيب اخوي محمد ابو بكر، ديل 10 شباب سودانيين، احنا بنتمنى ان شاء الله انه ربنا يفك اسرهم. نحن الان بنديك الفرصه انه انت تقدم مناشداتك باسم كل الاسر، يعني دار تناشد منو ودار تقول شنو؟ تفضل. انا الشده نقوله ان احنا كسودانيين ما عيالنا براهم العشرة ديل، في مئات السودانيين الان في ايدي التجاره بعين البشر في ليبيا. نعم. والشيء بنقوله للدوله ان احنا اذا كان في دوله اولادنا ديل يعني الرعايه بتاعنا الدول الثانية، واحد من الرعايه بتاعنا الدول الثانية بتقوم الحرب عشانه. نعم. فاحنا احنا كدوله سودانيه ناشدنا الوزاره بتاعت الخارجيه، والان نناشد رئيس الوزراء ورئيس راس مجلس الدوله والمنظمات، ويكلموا السفارة السودانية والقنصل السوداني بليبيا إنه الناس تتحرك عشان تشوف مع عيالنا ده وين تنقذ لنا عيالنا. نحن الآن في حالة مزرية جدا، الحمد لله توصلنا حالة تانية. أوصف لنا حال الأسر لو سمحت. حال الأسر حال عندنا واحد من أبهة العيال ده الآن بين الموت والحياة. مما يوم فقد ابنه راقد في التراب ما قام مشلول كليا، هسي الآن راقد. لقتنا قروش مبالغ دي عشان احنا ناس مساكين اكل الايش غالبنا، لقتنا القروش دي بيعنا ممتلكاتنا بيوتنا اراضينا مزارعنا بهايمنا شحتنا في الجوامع، لقتنا تبرعات ما قدرنا نتحصل على المبلغ لانه ما قدر مننا 2 مليار جنيه. اللي نسبه عجزنا ده الناس حسي قطعوا منا الاتصال ده، بكون ثاني باعوا عيالنا ده لتاجر جديد. نعم. عشان ثاني ندفع قيمه ثاني من جديد. يعني هسه المبلغ كامل 2 مليار مش كده؟ المبلغ اصلا 2 مليار جنيه. طيب اخر سؤال ليك يا محمد ابو بكر، وعفي لنا يعني طولنا عليك، الاسر هنا الشاب اللي جا من ال 11، هل اداكم اي اخبار مطمنه؟ طمن الاسر، هل جاتكم اي اخبار مطمنه عن اوضاع العشر الشباب اللي هناك اللي قاعدين في ليبيا؟ ما أسي أنا حكيت لك قلت لك عندنا اثنين ديل، الناس ديل بضربهم بالكهرباء وخلال 24 ساعه بدهم نص عيشه. ناس الجوع لكم، عندنا اثنين، واحد منهم قاصر يمكن عمره 18 سنه والثاني ضربه بالكهرباء مكراه مشلوله ما يقوى على القيام، ما عندنا خبر منهم عشان يطمئن. اخبارهم سيئه جدا لانه بيرسلوا لنا مقاطع صوتيه في اثناء التعذيب وكده. شكرا جزيلا لك اخوي محمد بكر، المتحدث باسم اسر المحتجزين في ليبيا، اسر العشره هم حقيقه. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله بنتمنى من يعودوا في اسرع وقت ممكن. ونذكر بمناشده محمد ابو بكر اللي هو ناشد دوله السيد رئيس الوزراء وايضا الساده اعضاء ورئيس المجلس مجلس السياده، مناشده بشان الوقوف بموقف مشرف لاوضاع هؤلاء الشباب العشره المحتجزين. وذكر محمد ابو بكر كلام ربما موجود عند كثيرين، انه في دول اخرى فرد واحد تقوم الحرب لأجله هي. فنحن بنتمنى إن شاء الله إنه الجهات الرسمية يا أستاذ إسماعيل تقيف في الموقف ده. الناس بيسألوا برضو لماذا لا تتحرك الدول عبر قنواتها الرئيسية، ربما ليس السودان وحده، يعني كثير من الدول لا تتحرك التحرك المطلوب والمتوقع من المواطنين عموما ومن أسر المفقودين أو المحتجزين تحديدا. يعني ما هي المعيقات؟ يعني أنا يمكن أبدأ من الآخر، من حديث أخونا محمد البكر في كلام أنه اتصلوا بوزارة الخارجية والقنصلية وبالسفارة في ليبيا، وحتى الآن لم يتلقوا أي رد أو أي تفاعل مع هذا الموضوع.
وأنا أيضا شخصيا أضم صوتي لصوت محمد أبو بكر في أنه نحن دايرين نعرف ونسمع عن رأي رسمي سواء كان من وزارة الخارجية أو من السفارة السودانية في ليبيا أو حتى من الأجهزة المختصة بمتابعة شؤون العاملين أو السودانيين العاملين بالخارج. أنا شخصيا يمكن بحب أن أسمع هذا الكلام. ده جانب. الجانب الثاني نحن في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يعني مسؤولياتنا واختصاصنا مختص بحماية ضحايا الاتجار بالبشر. الهجرة الغير الشرعية حتى الآن السودان ليس لديه أي قانون خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار أن السودان طيلة الفترة الماضية لم يوقع على البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين إلا في نوفمبر 2018. بعد هذا التوقيع على هذا البروتوكول لا بد من السلطة السودانية سواء كان ممثلة في وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو النيابة أو كل أجهزة إنفاذ القانون أن تضع وتسن قانون لمكافحة تهريب المهاجرين. شأننا شأن كل الدول التي صادقت على هذا البروتوكول منذ عدة سنوات. هذا القانون بيتيح للدولة أن تطبق القانون الرادع لمكافحة تهريب المهاجرين عبر تفكيك شبكات التهريب. وده يمكن خطوة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا نحن كلجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنه كل المهاجرين غير الشرعيين سواء كان في السودان أو خارج السودان هم ضحايا محتملين لجرائم الاتجار بالبشر. وكما نرى نجد أن كل مهاجر غير شرعي هو في موقف ضعيف يمكن أن يعرض نفسه للاستغلال مهما كانت صورة هذا الاستغلال. أما بالنسبة للإخوة في ليبيا وأنا متواصل مع الأخ مالك الديجاوي، أنا أضم صوتي للإخوة في وزارة الخارجية كجهة يمكن تكون عندها معلومات، وأنا قبل فترة كنت في اتصال مع الأخ أحمد عبد الواحد اللي هو مدير إدارة الأجانب الحدود والأجانب بوزارة الخارجية وسلمت تقرير صادر عن دي آر سي اللي هو المنظمة الهولندية للمهاجرين، يمكن عندهم تقرير خاص عن الأوضاع السودانيين وغير السودانيين في ليبيا وطلبت منه أنه على الأقل نحن كلجنة وطنية يكون عندنا معلومات عبر أجهزة رسمية حول أوضاع السودانيين في ليبيا لأنهم هم محتملين ضحايا محتملين الابتزاز والاستغلال. طيب أستاذ خالد لورد أعود إليك مرة أخرى، طيب في مثل هذه الظروف كيف تتعامل الجهات المختلفة مع الأسر، تحديدا نتحدث عن الأسر، كيف يتعاملون مع الخاطفين؟ يعني محمد أبو بكر قبل قليل ذكر أن الخاطفين طلبوا مبالغ مالية وقامت هذه الأسر بدفع مبالغ مالية لبعض المخطوفين تقريبا لمخطوف واحد، يعني هل يعني تستجيب الأسر لطلبات الخاطفين؟ لا تستجيب، ما هي النصائح المطلوبة؟ وأنتم الموضوع معقد طبعا، الموضوع معقد جدا، أنت بتتعامل مع 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 يعني شكل من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية. سؤالك أرجع لك بشوية لتقبل، قلت الدولة عملت شنو؟ الدولة السودانية بالمناسبة بذلت جهد كبير جدا في مكافحة ظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. في العام 2014 سن السودان قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، في العام 2014 تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في العام 2014 نظم السودان مؤتمر إقليمي بمشاركات دولية وأممية لمكافحة ظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. ومنذ ذلك الحين السودان في تقدم مستمر في مكافحة هذه الظاهرة. جهاز المغتربين أستاذ إسماعيل ممثلا في مركز دراسات الهجرة، نحن نقوم بحملات توعوية كبيرة جدا لتوعية بالذات فئة الشباب والسودانيين بشكل عام من خطورة التهريب، لأنه التهريب والإتجار بالبشر، لأنه التهريب ذاته بالمناسبة قد يبدأ تهريب ولكن ينتهي إلى إتجار بالبشر. الإشكال الوين في ليبيا الآن؟ نحن والله نسأل يعني الله أنه يكتب سلامة كل السودانيين وأن يفيق أسر المأسورين بالذات هؤلاء العشرة ويعودوا إلى زويهم سالمين غانمين إن شاء الله. الإشكال وين؟ الإشكال إنه هؤلاء العصابات يعني يتعاملون مع بعض. اليوم طلبوا 250 فك واحد عشان يغروهم يدفعوا أكثر. شوف التكتيك وين؟ دفعوا 600 مليون ما فكوا زول تاني، وفجأة قال الاتصال انقطع. اللي بيحصل شنو؟ الليلة الشخص المعني ده بيشتري، العصابة بتستلم القروش،
السوداني المأسور ده بيبيعوه لشخص تاني تاجر بالبشر برضه، وداك برضه بيدوره يمارس مزيد من وسائل التعذيب ويصور يوثق ويبعث لأسر الأسرة ديل عشان يدفعوا مزيد من القروش. الدار أقول أنا شنو حتى لبقية الشباب، نحن إن شاء الله الدولة أنا متأكد الآن تكون متحركة في كل مستوياتها في أجهزتها الرسمية، أنا متأكد أنه في جهود مبذولة مرات يعني قد تتطلب الظروف المحيطة عدم الإفصاح الآن، لكن أنا متأكد جدا في تعاون حتى مع الحكومة الليبية الموجودة ومع مع أي حكومة في حكومة في ليبيا بالتأكيد، حكومة الوفاق أم حكومة حفتر الاثنين في تواصل ما بين الدولة السودانية والدولة الليبية. نحن عشان ما نخش في ظروف داخلية بتاع الدولة الثانية، لكن دار أقول إنه الدولة الموجودة في ليبيا صحيح في مناطق بتاعت حشاشة، يعني ده شيء طبيعي في الدول النامية كثير تلقى إنه الدولة الحكومة ما قادرة تفرض سيطرتها على كل المناطق بتاعتها، لكن يعني بشكل آخر في دولة موجودة وبالتأكيد في تواصل يعني على المستوى الخارجية على المستوى الداخلية على الأجهزة الأمنية وهكذا دوالك. الآن دار أقول شنو نحن حقه برضو يعني البرنامج يستفاد منه في إثارة الموضوع، لكن برضو القضية بدرجة أولى قضية توعوية. يعني تخيل هسه الشاب ده أستاذ محمد بيقول أحمد بكر مش كده نقول إحنا ما عندنا قروش لكن قدرنا نجمع 250 عشان نفيق أسر جمال الواحد الشاب اللطيف صراحة. تخيل 250 دي إذا كانوا أعطيت لجمال ده قبل ما يسافر، هذا هو نحن مجتمعنا السوداني مجتمع تكافلي. الآن الحمد لله بقى في موارد في قروش في البنوك في تمويل أصغر لفزع الشباب، نحن يا أخي ما محتاج إن الدولة توظفني. الآن القصة بتاعت الابتكار وده برضو أنت الإس 24 يعني السودانيين 24 عندكم جهد كبير جدا في موضوع الـ 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 الابتكارات وإن الزول يعمل شغله الخاص وكذا. جانب البعد الاقتصادي ده مهم جدا إن يا أخي نثق نزيد الثقة في شبابنا بأنهم قادرين داخل السودان أن 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 يحققوا طموحاتهم إن شاء الله في حدود الدنيا إذا لم تكن العليا في بدون الاضطرار إلى إنه يعرض نفسه للخطر طيب والتهريب والإجابة. قبل أن أنتقل لأننا نمضي إلى ختام هذه الفقرة أو هذا الملف أستاذ خالد، يعني ختام آخر سؤال، الحكومات بعض الدول حيال ملف ليبيا هذا تحديدا بعض الدول الآن رعاها لا يسافرون لليبيا تمنعهم باعتبار أن ليبيا كما قلت هي دولة بها هشاشة، هنالك حكومتين في ليبيا، مسألة الاعتراف كما تعلم هنالك دول تعترف بهذا ودول تعترف بهذا، هذه المسألة بالنسبة لدول هي حالة سياسية غير معترف بها وخطرة جدا وهشة جدا وقد تعرض رعاية تلك الدول المذكورة للخطر الشديد، لذلك منعت سفر هذه الدول وأوقفت رحلاتها. لماذا لا يقوم السودان بهذه الخطوة؟ أنا أعود بك قليلا، قبل حوالي سنتين كان في فئة من الأفارقة تحديدا تعرضوا لمعاملة سيئة جدا من الليبيين وكذا، تدخل الاتحاد الأفريقي ونظم رحلات لنقل رعايا الرعايا الأفارقة وإعادتهم معززين مكرمين إلى دولهم، وفي سودانيين عادوا بعضهم رفضوا، وده الإشكال هنا. إحنا برضو إحنا محتاجين، أنا قلت لك القضية بدرجة أولى قضية بتاع توعية، نحن ندين نثير الوعي في الشباب السوداني، بل في سيدات للأسف في أسر زوج وزوجة وأبناء يعني قصر أطفال ممكن يكون حتى رضع، يعني تلقاهم بيشوف في التلفزيون السودانيين في 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 ديتنشن سنترز المناطق بتاعت تجمع، يعني حقيقة الدولة السودانية أنا قلت لك في ظل العولمة يعني أنا تخليه من الصعب، ما في دولة في العالم قادرة تحارب تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر أو الدخول للهجرة غير النظامية، ما في دولة بكل ما تمتلك أوروبا من مقومات وتقنيات وأموال ووسائل عسكرية واستراتيجيات وخطط عاجزة وتقف عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة. السودان أيضا تخيل زي ما قلت لك بيلحق، وأن إحنا لأنه الهجرة في جوهرها قضية عبر وطنية تحتاج إلى تعاون ما بين الدول. الجريمة اللي نتكلم عنها جريمة عبر وطنية تبدأ في دولة وتنتقل من دولة وتنتهي في دولة ثالثة أو رابعة، مكافحة تتطلب التعاون دائما، الجريمة تتقدم على القوات النظامية، كل القوات النظامية تلحق برقبة الجريمة دائما متقدمة لأنهم دائما يبتكروا وسائل جديدة لتفادي الوقوع في براثن الحكومة وكذا. أنا بقدر أقول الدولة طالما هي لا تقدر تحد من هذه الظاهرة عليها أن تعمل سويا بالتعاون مع المنظمات المختلفة والدول أيضا في 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 إيجاد حلول إيجابية. الآن الإيجاد متحرك، الاتحاد الأفريقي متحرك، الآن نتحدث عن بروتوكول حرية الحركة في الإقليم، يعني في جهود كثيرة مبذولة لكنها لم ترى النور بعد. وزي ما قلت لك القضية في جوهرها قضية تنموية، قضية اقتصادية، قضية بتاع التنمية البشرية، هنالك يكمن الحل. الحل لا يكمن في العشرة ولا الحداشر، تفك العشرة دين بكرة برضو يقعوا مية في الأسر. صحيح، نتكلم عن الأسباب الدافعة وهنالك الحل الجذري ومسألة التوعية أيضا. طيب أختم معك أستاذ إسماعيل تراب. أستاذ إسماعيل لدي سؤال يعني مقسوم على اثنين، ما هو التعامل الأمثل
مع الحدود السودانية الليبية، إغلاق ضبط أم نشر قوات للحد من هذه الظاهرة يعني؟ وأيضا ما هي نصيحتك للأسر التي يسافر أبناؤها إلى ليبيا يحزمون حقائبهم؟ ربما بعض الأسر الآن تشاهدنا لديهم أبناء يسافرون إلى ليبيا. طيب شكرا للسؤال، يمكن أنا كنت دار أتعرض له حتى قبل السؤال. حقيقة الهجرة الغير الشرعية من الصعب جدا أن الدولة تضبطها، لأن أصلا هي غير شرعية، لأنه المهاجر بيهاجر بطريقة سرية ويتفق مع المهرب بطريقة سرية غير معلومة، حتى مرات من جانب الأسرة ذاتها ما تكون عارفة أن الشاب ده أعقد مع زول أو اتفق مع زول أنه يمشي يعني. وبالتالي الدافع الشخصي هو يكون غالب يطغى على 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 كل الإجراءات الأخرى، وبالتالي من الصعب ضبط المسألة. ضبط الهجرة غير الشرعية من السودان سواء كان من الجنسية السودانية أو من الجنسيات الأخرى هي كما واضح جدا حتى من الجهود التي بذلت على قلتها، لكن أنا بعتبر أنه إنجاز ضخم جدا جدا من القوات النظامية التي تشرف على إدارة الحدود. الآن نحن لا نملك إلا الاعتماد على القوات النظامية التي تدير الحدود ومراقبة الصحراء، ويمكن ده يمكن واحدة من الحاجات أنا يمكن طرحتها للاتحاد الأوروبي، إنه ضبط الصحراء بالوسائل التقليدية لا يمكن غير مجدي. ماذا تقصد بالوسائل التقليدية؟ اللي هو بالعربات والدفاع بالنظر زي ما نقول. لا، مصر محتاجة لتكنولوجيا فضائية وطائرات لمراقبة الحدود، حركة الناس في الصحراء، الدخول لليبيا أو الخروج منها، محتاجة لتقنيات عالية جدا ولاستعدادات ولأموال. نصيحتك للأسر سريعا قبل أن نختم؟ نصيحتي للأسر أنه ما كل هجرة عبر ليبيا ناجحة، وأنا ما أدري أقول والله الجفل نخليهن أقرع الوافات، أنا ما أدري أقول الكلام ده، لكن الآن نحن مع الجفلنا الآن نحن عندنا قضية مهمة جدا جدا، السودانيين الموجودين في ليبيا حتى الآن أنا لست متأكدا من أن كل الأعداد الموجودة هناك كم، والمعرضة للخطر كم، وكيفية إجلاؤهم وتخليصهم. هذا هو الموضوع المهم، وأنا بناشد الحكومة وبناشد المنظمات المجتمع المدني في المساعدة الفاعلة ولو بالاضطرار الاستعانة بالدول الأخرى المحيطة بليبيا لحل هذه المشكلة والمعضلة. نعم. محمد البكر أيضا قبل أن يختم معنا، ربما تحدث إلى الزملاء في الكنترول وحثهم على إيصال هذه الرسالة، وهذه الرسالة أمانة نوصلها الآن، قال بأن أبنائهم العشرة المحتجزين في ليبيا هم أمانة في عمق الدولة، في عمق الحكومة، حكومة سودانية، نتمنى لهم العودة الحميد ولكل المحتجزين ولكل ضحايا الاتجار بالبشر. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل تيراب الرئيس المناوب للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا الأستاذ خالد لورد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية، شكرا جزيلا لكما على حضوركما وعلى إفادتكما. كنا ننتظر وصول الأستاذ عصام الدين قطبي الأمين العام لتحالف منظمات المجتمع المدني بالسودان، ولكن ربما حالت ظروف دون وصوله باكرا إلى الأستوديو، أتى متأخرا. شكرا جزيلا لكما.